السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. كل اللي حضرتك شايفهم هنا كانوا في يوم أحياء زينا، ليهم آمال وطموحات وليهم شهوات ورغبات، تشكيلة عجيبة من الناس وعلى كل لون، ما كانش ممكن أبدا يجتمعوا في حياتهم، ولكنهم اجتمعوا بعد مماتهم. اتخذت مش كده؟ ما تخافش، لسه فرصتك ما خلصتش، تقدر تصلح حالك قبل فوات الأوان. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنة الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. حسنا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والأموال الكثيرة من الذهب والفضة والخيل الحسان والأنعام من الإبل والبقر والغنم والأرض المعدة للحرث والزراعة، ذلك زهرة الحياة الدنيا وزينتها الفانية، والله عنده حسن المرجع والمآب. لم يدعنا الله عز وجل حيارى، ولكنه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينبئنا بما هو خير من زينة الحياة الدنيا. قل أيها الرسول، ألا تحبون أن أنبئكم وأخبركم بما هو خير من الشهوات الدنيوية الزائلة؟ بلى يا رسول الله نحب، فأنبئنا بما هو خير من تلك الشهوات الزائلة لا محالة. لمن راقب الله وخاف عقابه، وفعل المأمور وترك المحظور، وللذين اتقوا الشرك والكبائر والذنوب والمعاصي جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. يا الله، جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها أنهار، ولكنها ليست كأنهار الدنيا، أنهار من العسل، وأنهار من اللبن، وأنهار من الخمر، وأنهار من الماء وغيرها، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، خالدين فيها خلودا أبديا لا موت فيه ولا فراق. نعم، ألم يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح بعد أن استقر أهل الجنة في الجنة واستقر أهل النار في النار ثم ذبح؟ ألم ينادي المنادي يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، ولهم فيها أزواج مطهرة من الحيض والنفاس وسوء الخلق، فهن مطهرات من كل قذر ودنس وعيب ظاهر وباطن، ولهم ما هو أعظم وأجل من كل نعيم، لهم رضوان من الله، ليس مجرد رضا، وإنما هو رضوان، ورضوان من الله أكبر. إن الله تبارك وتعالى يقول: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: ما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك، فيقول:
ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط بعده أبدا. يا رب، لا تحرمنا من رضوانك، وألحقنا بالمتقين في جنات النعيم. والآن بعد أن علمت ما هو خير من تلك الشهوات الدنيوية الزائلة، هل ما زلت متمسك بها؟ ألم تتعظ ممن سبقوك؟ لا تحزن ولا تبكي على ما فات، وابدأ من الآن واعلم أن الله بصير بالعباد. فالله عز وجل عليم بأحوال عباده، لا تخفى عليه خافية. ذاك وعده للمتقين ووعيده للمسيئين. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. أولئك العباد المتقون يتضرعون إلى الله بالدعاء ويقولون في كل وقت: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ولكن لماذا يبدأ دعاء الأنبياء والمتقين وأهل الإيمان بربنا؟ وده يرجع لأن ربنا اسم جامع لصفات الربوبية من العطاء والمنع والخلق والإحياء والإماتة وغيرها. فنحن نتوسل إلى الله باسم من أسمائه، وذاك مشروع في الدعاء: إننا آمنا بك واتبعنا رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وصدقناه في كل ما جاء به. وها نحن الآن نتوسل إلى الله عز وجل بالإيمان، وهو من باب التوسل بالطاعة والأعمال الصالحة، وهو مشروع في الدعاء. ولكن لننتبه جيدا، لابد أن يكون القول موافق للعمل وواقع الإنسان، وقول بلا عمل لا جدوى ولا طائل منه. فالإيمان ثلاثة أركان: قول باللسان، وتصديق بالقلب، وعمل بالجوارح. ويستحب للمؤمن أن يجدد إيمانه ويكثر من قول لا إله إلا الله، فذاك من شعائر الدين. أغفر لنا ذنوبنا. ولكن هل لأهل الإيمان والتقوى ذنوب؟ نعم، لأنهم بشر. فالإيمان يزيد وينقص، وقد يصدر عن بعض المؤمنين بعض المعاصي والذنوب. فامحو عنا ما اقترفناه من ذنوب واسترها علينا، لأننا ضعفاء وأنت الغفور الرحيم. ونجنا من عذاب النار، ذاك العذاب الأليم، يا أرحم الراحمين. فإنهم يعلمون تمام العلم أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله، وإنما برحمة الله تعالى. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. الصابرين الذين اتصفوا بالصبر على الطاعات وعن المعاصي وعلى أقدار الله المؤلمة، والصابرين في كل حال، في البأساء والضراء وحين البأس. والبأساء وقت الفقر، والضراء وقت المرض، وحين البأس وقت القتال. ذاك حالهم الصبر في جميع الأحوال. والصادقين في الأقوال والأفعال والأحوال، فصدقوا مع ربهم، وصدقوا مع أنفسهم، وصدقوا مع الناس. قال الله تعالى: وكونوا مع الصادقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالصدق هو ذاك الباب الذي نطرقه ثم نلج منه إلى طريق البر والخير المؤدي بنا إلى الجنة. وعلى النقيض الكذب
هو ذاك الباب الذي نطرقه ثم نلج منه إلى طريق الفجور المؤدي بنا إلى النار والعياذ بالله. وتأمل معي جيدا، لقب سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام بالصادق الأمين، والقانتين بالتاء، وليس القانطين بالطاء، وشتان بين القانت والقانط. والقانت بالتاء هو المداوم على طاعة الله التامة والخضوع والإذعان لرب العالمين في كل وقت وفي كل حال. أما القانط بالطاء فهو اليائس من رحمة الله، نعوذ بالله أن نكون منهم. والمنفقين سرا وعلانية مما رزقهم الله في طاعة الله. والإنفاق ليس مقصورا على المال وحسب، فالغني ينفق من ماله، والعالم ينفق من علمه، والقوي ينفق من قوته، وهكذا. وأولى الناس بالإنفاق الأرحام، ثم القربات، ثم الفقراء والمحتاجين، والمستغفرين بالأسحار في آخر الليل وقبيل الفجر. لماذا؟ وذاك لأن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، ويقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وأدرك أهمية وقت السحر الأنبياء والصالحين والحكماء. قيل أن يعقوب عليه السلام لما قال لبنيه سوف أستغفر لكم ربي أنه أخرهم إلى وقت السحر. وبلغنا أن داود عليه السلام سأل جبريل عليه السلام وقال: يا جبريل، أي الليل أفضل؟ فأجاب وقال: يا داود، ما أدري إلا أن العرش يهتز في السحر. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه يصلي في الليل ويقول: يا نافع، هل جاء السحر؟ فإن قال نعم توجه إلى الله بالدعاء والاستغفار. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يتوجه إلى المسجد في وقت السحر ويقول: ربي أمرتني فأطعتك، وهذا سحر فاغفر لي. وقال لقمان الحكيم لابنه: يا بني، لا تكن أعجز من هذا الديك ينادي بالأسحار وأنت نائم على فراشك. وسئل الرسول صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبة. نسأل الله العظيم أن يجعلنا من الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. جزاكم الله خيرا. قل أأنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.